تفضل أينما كنتم، حياكم الله. نحن اليوم الاثنين 10 يناير جانفي 2022 والساعة 10:13 مساء، وهذا حديثي إليكم مباشرة عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك. أزلفلون إخواني، زلزال حقيقي يضرب المافيا العسكرية التي تتحكم في البلاد. شهادة مرعبة ومتضمنة لكثير من المعلومات التي تخرج هذه المرة من أحد الأشخاص الذي لعب دورا مهما جدا حتى أوت، أو قل على الأقل حتى نهاية ديسمبر 2019. تسريبات المساعد الأول غرميت بونويرا، المعتقل في السجن الشديد الحراسة في الناحية العسكرية الأولى، السجن العسكري في البوليدة. التسريبات التي خرجت على لسانه وأيضا خرجت بيده كتابة، فيها بعض المعلومات التي تؤكد إجمالا ما كنا نعرفه، ولكنها تفصل في كثير من الأشياء. فكما تعرفون طلع فيديو أول أمس بارحة في حدود الساعة 12، كنت معاكم أنا، بعد أن وصلني فيديو، ربما يكون وصل لعدد آخر من إخواننا، والفيديو كان فيه حوالي 11 دقيقة. ثم كان هناك فيديو آخر بعد أن أنهيت معكم تدخل، وصلني الفيديو ثاني في حوالي 30 دقيقة. سنستمع إلى كثير من مقاطعه اليوم، ولكني رأيت أن نخليه لليوم لأنه كان الحال متأخر، يعني كان بتوقيت الجزائر كانت فايتة 1:30. هذا الفيديو ربما أيضا يكون وصل لإخوان آخرين، وراه انتشر على الأنترنت. هناك أيضا أشياء أخرى، وهي مجموعة وثائق ربما تكون وصلت أيضا لآخرين، لا أعرف لكم واحد وصلت، لكنها مجموعة وثائق مكتوبة بخط اليد، على ما يبدو أنه خط المساعد الأول كاتب الخاص للقايد صالح غرميت بونويرا. إضافة لذلك، عدت إلى مراسلات كان قد أرسل بها لي غرميت بونويرا في جوان وجويليا 2020، لما كنا أعرف من هو حتى لما سجن بعدها باش عرفت. وهذه المراسلات موجودة هنا في هذه الوثائق، وهي حوالي بهذه الوثائق حوالي 50 صفحة. وهي حوالي 50 صفحة، قد لا أتطرق لها هذه المرة، قد أعود لها، لكن المؤكد أن ما هو موجود هنا في جوان وجويليا 2020 في كثير منه جاء في هذه الوثائق، وجاء أيضا في الفيديوهات نتاع غرميت بونويرا. هذا لماذا أقول هذا؟ لأن أنا لم أستمع لتعليقات بعض إخواننا أو متدخلين أو ناس أو مناضلين، أو لم أستمع إلا ما أرسل لي، ما جاتني من رسائل من بعض الأصدقاء أو من المساعد، من أن صرا فيه لغط، يعني كل واحد وش يقول، صحيح ماشي صحيح، مزور فمه ما كانش لاصق مع لسان مع الصوت، الصوت كان موش مربوط مع الصورة إلى آخره. ما أستطيع أن أقوله أن الشخص الذي تحدث هو بالفعل غرميت بونويرا. ما أستطيع أن أقوله أنه بالفعل المعلومات التي خرجت على الأقل في الفيديوين لحد الآن، هناك مجموعة فيديوهات المفروض ما زالت تظهر مفروض، لكن في الفيديوهات اللي خرجت وأنا شخصيا طلعت عليها، أستطيع أن أؤكد أن كثير من هذه المعلومات أنا شخصيا كانت لدي وكان أرسلها لي من قبل، ولكن كما حدثتكم المرة اللي فاتت لظروف متعددة ما، وبعدين جاءت ظروف أخرى وتغيرت الأوضاع تاع أيام القايد صالح، فأنا رأيت أنه ربما موش وقتها، وأيضا كان موضوع تليفون يعني. لكن الآن لما شفت ما كان راسلني به من قبل وما خرج أمس سواء صوتا أو كتابة، فالحقيقة يؤكد على الأقل المعلومات اللي كانت متوفرة حتى جويلية 2020
كلها موجودة في الجهتين، في الرسائل التي وصلتني وفي ما خرج البارح. لماذا أقول زلزال منذ البداية؟ لأن سنقرأ لكم بعض المعلومات ما جاء فيه وستحكمون بأنفسكم، ولأن أيضا صدور هذا الموضوع من السكرتير الخاص لقايد صالح وقد كان معه لسنوات طويلة، وكان واضح تأثيره على القايد صالح حتى في كتاباته، واضحة هذه التأثيرات وواضحة فيما يعرف. يعني ما يقوله بنويرة ليس هو مستوى أجيدون شيف، وليس حتى مستوى كابيتان أو حتى ربما رائد. من رائد والفوق ممكن تكون عندهم هذه المعلومات أو جزء منها، لكن في الحقيقة المعلومات اللي عنده هي معلومات نتاع جنرالات كبار، بل أكبر الجنرالات، أي أنه لما كان مع القايد صالح واضح تأثيره على القايد صالح، واضح تأثيره في الأحداث، واضح ما كنا نعرفه. اللي تابعوني هنا في اللايف كنت ذكرت في 2019 أكثر من مرة من أن وصول بوعزة والسيني إلى رتبة أو إلى منصب الأمن الداخلي وإبعاد قايدي اللي كان سيعين يومها منسق عام للمخابرات ككل، لعب فيها بنويرة دور حاسم، بحيث أن بنويرة قدم وسهل وصول بوعزة والسيني إضافة إلى الولدين نتاع قايد صالح إلى قايد صالح، وأن قايد صالح نتيجة لسنه ولتكوينه ولمستواه كان يتأثر جدا جدا بمن يثق فيهم، ومن بين اللي كان يثق فيهم أكبر ربما الناس اللي كان يثق فيهم إضافة إلى أبنائه هو قرميد بنويرة، وخاصة أنه بقي معه لسنوات طويلة، وكان في الحقيقة يملي له بعض السياسات اللي كنا نشوفها على أنها سياسات الدولة. أنا لا طبعا عندما أتحدث هذا لا أنتقص من قيمة مساعد أول أو قيمة كبران أو قيمة جندي. أنا بالنسبة لي البشر هم بشر، هذه التراتيب وهذه التوصيفات وهذه الألقاب وهذه الرتب، هذه كلها أمور ستنتهي يوما ما، يعني إنسان يدخل القبر ينتهي كل هذا. إنما هذه الدنيا مرتبة بهذا الشكل، لكن كان المفروض أن هذه المعلومات تكون عند كبار الجنرالات، وجدناها في الحقيقة عند موسى. هذا شيء الناس يعرفوه في الجزائر، فالناس يعرفوا مثلا أن سائق الوزير قد يقدم لك خدمة ما يقدمها لكش الأمين العام للوزارة، وأن البواب في البلدية قد يقدم لك الخدمة ما يقدمها لكش نائب رئيس البلدية لأنه علاقته برئيس البلدية مباشرة، وأن ربما الخادمة في بيت زوجة رئيس الجمهورية يكون نفوذها أكبر من بعض الوزراء. الناس تعرف هذا لأن البلاد مش مبنية على قوانين، مش مبنية على شفافية، مش مبنية على أن الجميع تحت القانون والقانون يعدل بين الجميع. المناصب كلما وصل الإنسان إلى منصب كلما أصبح المنصب هو وهو المنصب، هو المنصب والمنصب هو. وأيضا عندنا في ثقافتنا الجزائرية المتوارثة عن الاستبداد ولكن مشات، هو أنه الناس يحبوا السائق نتاع الوزير أو تاع الجنرال أو العساس تاع الحديقة أو تاع الولاية، أو يحب يتقرب من المسؤول، المسؤول أيضا يكلفه بخدمات خاصة، كثيرا ما يكلفون بخدمات خاصة. السائق نتاع الوزير أو نتاع الجنرال أو نتاع الوزير الأول أو نتاع رئيس الجمهورية يعرف أسرار كثيرة جدا، لأنه هو الذي ينقل الزوجة وينقل الأبناء وينقل الرئيس إلى آخره، فيعرف أشياء كثيرة جدا. عموما هذا ما زاد تبين من هذه الوثائق. مانيش عارف إذا نبدأ بالفيديو ونسمعوا منه مقاطع أم نبدأ مباشرة بما وصلني من وثائق اللي قلت ربما تكون وصلت لآخرين. خلونا نبدأ ربما من الفيديو أحسن ثم نلجأ إلى الوثائق. الوثائق في الحقيقة مكتوبة بخط اليد وصعبة أحيانا للفهم، لكن سأجتهد معكم في ذلك. خلينا نشوف وراء الفيديو نتاع 30 دقيقة ونبدأ به، لكن إذا سمحتوا لي قبل ما نبدأ به بسرعة فقط أريد خاصة أن أوجه تحية خاصة لإخواننا اللي راهم يقوموا بدور هائل واللي تصادفت مع هذا الموضوع واللي هو هذا. إخوانكم راهم ينشروا
في صور الجنرالات المجرمين خاصة اللي جابوهم مؤخرا واللي كانوا أيام التوفيق وكانوا في التسعينات، راهم ينشروا فيهم في كثير من المدن والعواصم. نشوفوا أخرى، هذه مثلا أيضا على سبيل المثال جنرال آخر من المجرمين اللي كانوا تاع مجرمين التسعينات، اللي الآن راهم مع جبار مهنا ومع الأمن الداخلي والأمن الخارجي يعني. ولماذا يقومون إخوانكم هذا؟ حتى لا يقومون هذا بتكرار ما فعلوا في التسعينات، وحتى يفضحون ويكشفون ويعرفون، فيصبحوا يفكروا 70,000 مرة قبل الدخول إلى أي مكان في أوروبا، ونحن نعرف أن أوروبا هي الجنة نتاعهم يعني. هنا أيضا إخوانكم مثلا هذه في المترو، في مترو باريسي وغيرها، والحقيقة أنها بدأت في مجموعة من المدن وستنتشر في مجموعة من المدن، يعني كثير من الأحرار. أريد فقط أن أقول هنا ملاحظتين. الملاحظة الأولى، ضموا أيضا، لأن بعض الصور ما فيهاش الأسماء، فيها الصور لكن فيهاش الأسماء، فأنصح إخواني اللي راهم يوضعوا هذا أن يكون الاسم مكتوب مليح، كون يكون بالعربية وباللاتينية، اللاتينية يعني بالحروف اللاتينية يعني بالفرنسية أو على الأقل يكون بالحروف اللاتينية، حتى الناس تعرف لما تشوف الصورة تعرف من هو هذا، وكتبوا فيها جنرال كريمينال فلان الفلاني. الأمر الثاني، أتمنى على إخواني اللي يقوموا بهذا العمل، وهي حملة يقوم بها الأحرار، طبعا لمن استطاع، اللي ما يقدرش، اللي عنده ظروف، اللي عنده أمور خاصة، اللي عنده هذاك يعني طبعا ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي يقدر لما توضعوها من فضلكم ما توضعوهاش في مكان لا يسمح به القانون، أو توضعوها في مكان ربما تبان وكأنها إزعاج للمدينة أو للحائط، مش عارف، إزعاج لأهل المدينة أو لأهل المترو، أو ضعوها بشكل بحيث لا يترتب عليه اختراق للقانون أو خروج على القانون. نحن نسعى لدولة القانون ودولة مدنية ودولة العدل والقانون، وبالتالي نحترم القوانين عندما تكون في دول بالفعل القانون فيها محترم. الدول التي فيها القانون محترم ويسري على الجميع فنحن أولى باحترامه. الدول التي لا يحترم فيها القانون ولا يسري على الجميع فهو تحت أقدامنا وأقدام أي طفل منا. فهذه ملاحظتين على السريع. نعود إلى الموضوع. الموضوع يبدأ، شفنا البارح الفيديو، اللي ما شافوش راهو انتشر هذا الفيديو، أنا شخصيا علقت عليه تاع العشر دقائق الأولى، علقت عليه البارح في حدود الساعة الواحدة بتوقيت الجزائر، الواحدة صباحا يعني، فممكن ترجعوا له. اليوم نشوفوا الفيديو الثاني اللي هو فيه 30 دقيقة تقريبا، راح ناخذ منه مقاطع ونعلق على المقاطع قبل أن نعود إلى الوثائق. سامحوني نشوف وراه موجود الآن. طبعا هاي الصور أيضا باش نوريها لكم، واش راهم يقوموا إخوانكم، راهم يقوموا بعمل ممتاز. هم وراهم واضعينهم في المزابل، واضعين صور نتاع العصابة نتاع المافيا، خاصة المافيا العسكرية بما فيهم تبون المزور، في المزابل. الفيديو، يسامحونا إخواننا، كاين مواضيع نتاع إخواننا اللي يطلق سراحهم، كاين مواضيع كثيرة وكاين اللي كان المفروض أيضا نرجعوا لها، ولكن للأسف هذا الموضوع يبدو أنه سيكون هو ليأخذ وقت أطول. نشوف إذا هذا هو. نعم، في هذه الفترة بلغتني معلومات بأن شيدريحة في اجتماع مع اللواء عورة واللواء بنبيشة، أخبرهم بأنه يريد توريطي لمعرفتي بجميع أسراره مهما كلفه الأمر، ولو تطلب الأمر القضاء علي جسديا وتصفيتي جسديا. عندها أسرعت الإجراءات وذهبت إلى تركيا في منتصف مارس 2020،
ومن جوفي إلى مارس قام شنقريحة باستدعاء العقيد بوقرة وكيل الجمهورية العسكري البوليدة في حوالي 6 استدعاءات، وهذا لتبييض ملفه، وأمره بإعادة سماع 31 عقيد من مديرية أمن الجيش والبرخ الوطني لتغيير أقوالهم ليستفيدوا من انتفاء وجه الدعوة. وبالفعل تم إطلاق سراح الجميع، حتى الإرهابيين فولاني وغريب صاحبي محطات البنزين المهربين السابقين أصحاب شنقريحة، وكل هذا لإعادة بعث عمليات تهريب كبيرة من جديد. والآن ننتقل إلى محور ثاني، وهو تقييم لأداء شنقريحة على رأس الجيش خلال السنتين. قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني كما سماه، فقط اللي ما كانوش تابعوا الفيديو تاع البارح او ما عندهمش خلفيه كبيره عما حدث في فيديو البارح، يتحدث بنويره الكاتب الخاص للقايد صالح من ان القايد صالح قام باعتقالات هائله في صائفه 2018. طبعا نعرفها وتابعناها، تحدثنا عليها، ناقشنا فيها الى اخره، بعد واقعه الكوكايين اللي حدثت كما تعرفون في بدايه من 27 ماي 2018، في رمضان 2018، واللي أدت فيما بعد إلى مع بإسقاط عبد الغني الهامل بتصريحه الشهير، تمت الإطاحة به، ثم تمت الإطاحة بمجموعة كبيرة من الجنرالات، منهم عبد الرزاق شريف، منهم سعيد باي، منهم مناد نوبة، ومجموعة أخرى منهم آخرين، يعني مجموعة كبيرة من الجنرالات. كان من بين هؤلاء على حساب قرميط بنويرة يقول أن شنقريحة كان أيضا ستتم الإطاحة به وسيتم سجنه، لكن سارع شنقريحة إلى طلب اللقاء لبنويرة وترجاه وقال له من فضلك راني مريض وتعبان وراني نعالج في بعين نعشة وأنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن أتابع الصحراء، أنا راني شاد الناحية العسكرية الثالثة، الناحية العسكرية الثالثة اللي هي مساحة هائلة تبدأ من تقريبا 300 ولا 400 200 كيلومتر و 300 تحت وهران جنوبا، وتوصل إلى غاية الحدود مع مالي، مرورا بالحدود مع المغرب والحدود مع موريتانيا وجزء من الحدود مع مالي، يعني فيها مساحة هائلة، وهي واحدة من أكبر النواحي، وفيها يتركز أكثر من 50 مرات، يوصلوا إلى 70 ألف عسكري جزائري، لأن للأسف الخصومة المغربية الجزائرية الخصومة تخلي أن هناك قوات هائلة من الطرفين على الحدود، الجانب الجزائري موجودة خاصة الناحية الثانية والناحية الثالثة، وأيضا من الجانب المغربي للأسف، يعني مؤلم جدا، عشرات الآلاف من الناس ضاعت حياتهم في المغرب والجزائر، شادين السلاح خايفين، لا المغربي يخاف من الجزائري والجزائري يخاف من المغربي للأسف. فالمهم يذهب شنقريحة إلى قرميط بنويرة ويطلب منه أن يترجاه ويترجاه ويطلب منه أن يتدخل لدى القايد صالح، وأنه لا يريد، لأنه اعتقلوا 31 عقيد، تخيلوا يعني الجنرالات كنا سمعنا بهم، العقداء ما كناش سمعنا بهم كثيرا، ربما كنا نسمعوا بواحد اثنين، لكن هنا قرميط بنويرة يتحدث على 31 عقيد، يقول أنه تم اعتقال 31 عقيد من بين الدرك والأمن العسكري. علاش؟ هذو اللي كانوا في الناحية العسكرية الثالثة والثانية، أي في الحدود، في مقابل الحدود المغربية. لماذا؟ قالك لأن هذو كانوا متورطين في إدخال الكيف المخدرات القادمة من المغرب. هذا مش موضوع الكوكايين، هذاك موضوع آخر، نحن نعرف أن الكوكايين أيضا كانت تجي من أمريكا الجنوبية، الأقراص المهلوسة، بالمناسبة الأقراص المهلوسة كانت تدخل من الجزائر إلى المغرب مثلا أيضا، يعني هذا البزنس هو بزنس نتاع بارونات كبار وفي البلدين بالمناسبة يعني، لكن في الجزائر لا ندري في المغرب تورط، هل هناك تورط لديهم عسكريين أيضا أو لا، لكن المؤكد بما نعرفه وبما سجنوا في صيف 2018 أن هناك جنرالات متورطين وعقداء ورواد إلى آخره. بالنسبة إلينا كمقاومين جزائريين نحن نعرف هذا، ما لا نعرفه هو التفاصيل، وما لا يعرفه الناس
هو أننا كنا نقول هذا وربما بعض الناس ما يصدقوش، ربما يقول لك راكم تبالغوا، ربما قيلت لي أنا هذا اليوم هذا بارح يخرج إذن بنويرة ويقول كلام أكثر بكثير مما كنا نقوله. قال لك إذن تم اعتقال 31 عقيد ومجموعة كبيرة من الجنرالات، وكان شنقريحة على أبواب أن يعتقل، يتدخل لديه بنويرة، يتدخل لدى القايد صالح ويقول له يقترح عليه بدل سجن شنقريحة يجيبه قدامه، قال له جيبه قدامك تعسوا، وبعدين أيضا إلى زدنا هو أيضا سجناه، ها وقع الجنرالات سجنوا، لأن آنذاك تم الإطاحة بسعيد باي قائد ناحية العسكرية الثانية، تم الإطاحة بشنتوف قائد العسكرية الأولى ناحية العسكرية الأولى، بعبد الرزاق شريف قائد ناحية العسكرية الرابعة، يعني كبار جنرالات. اقترح بنويرة لقايد صالح، قال له فيما يخص صواب اللي هو نسيب القايد صالح بالمناسبة، وشنقريحة باش ما يبانش هو في الحقيقة أيضا، باش ما يبانش أن قايد صالح عفا غير على صواب، قال له جيبهم قدامنا، نجيبهم قدامنا، شنقريحة يتحط في العاصمة وصواب يتحط في وهران ونشوفوا، لأن المخدرات راهي تخرج وتدخل وتخرج والسلاح من الصحراء أساسا. يعني على حساب بنويرة سمع له القايد صالح، وبالفعل ما هو جابه قدامه فقط لشنقريحة، وإنما عينه أيضا قائد قوات برية، أزاح آنذاك واحد من أصدقائه اللي كانوا مع قايد صالح، و طافر نظن كان اسمه طافر حسن إذا ذكرتي جيدة، ووضع شنقريحة، بينما شنتوف هرب وسعيد باي وعبد الرزاق شريف تم سجنهم. عبد الرزاق شريف فيما بعد اختلفت الآراء، قالوا باللي عاود هرب، كاين اللي قالوا لا ما هربش إلى آخره، في خلافات في رأيه. هذه رواها في العشر دقائق السابقة في الفيديو السابق، وفي هذا الفيديو يضيف فقط دقيقتين، على ذلك حبيت نضعكم في الصورة. خلنا نسمعوا الآن وش يقول هو على شنقريحة، قال لك على يعني يقيموا الآن في تقييمه. الانتفاع وثالثا عن طريق الانتفاع، أولا الطريقة بالكفاءة. خلينا نرجعوا بضع ثواني، لأن هنا يحب يقدم، راهو يقدم نوع من ال أولا عن طريق الكفاءة، ثانيا عن طريق الانتماء، وثالثا عن طريق الانتفاع. أولا الطريقة بالكفاءة أخذ بها الغرب، تعتمد على العقلانية، السببية، العلم، العالم، الديمقراطية، والتطور، والتنافسية، والتفاضل بالعلم والعدل. أخذ بها الغرب بحيث أنه هناك في أوروبا مثلا لو تجد وزير لا يستطيع أن يوظف ابنه إلا إذا كان كفء، لأن الجميع يخضعون إلى امتحان الكفاءة، وهي سبب تطور هذه الأمم. اثنين الطريقة الانتمائية، تعتمد على منح المناصب لأبناء بلدة المسؤول وجهته وأقربائه. أخذ بهذه الطريقة العالم المتخلف، من نتائجها الاتكالية، المزاجية، الخمول، التخلف، الاستبدال. ثالثا الطريقة الانتفاعية، الطريقة الانتفاعية قد لا يجد المسؤول من لا يليق ببعض المناصب من جهته، فيلجأ إلى مناطق أخرى لجلب كفاءة لخدمة مصلحته لينتفع به، إلى حين ظهور بديل ابن منطقة المسؤول. الطريقة الثانية والثالثة، الطريقة الانتفاعية والطريقة الانتمائية، أخذت بها الدول المتخلفة، وهي سبب الظلم والنعرات الجهوية، وسبب انهيار الأمم وتفككها، وتنتج طبقية زائفة أساسها التفاضل المناطقي وليس التفاضل العلمي. ومن هذه المقدمة ندرس جميع التغييرات التي أجراها شنقريحة خلال السنتين الماضيتين، أسباب التغييرات والطريقة التي عمل بها. أولا أحل اللواء عكروم علي من مدينة بومرداس، أصله قبائلي، ووضع مكانه اللواء زياري حواس من الشرق الجزائري من مدينة كيكدة في منصب رئيس دائرة الإمداد والتنظيم لأركان الجيش الوطني الشعبي. أحال اللواء رشحم عبد القادر
من مدينة الأغوار، واستبدله باللواء بجغيث فريد من مدينة قسنطينة من الشرق الجزائري. أحال اللواء غريس عبد الحميد من مدينة شلف من الغرب الجزائري، واستخلفه باللواء بنبيشة من ولاية باتنا من الشرق الجزائري. أحال اللواء شواقي مدير الصناعة العسكرية من ولاية تيزي وزو إلى التقاعد، واستبدله باللواء جريد سليم من مدينة قالمة من الشرق الجزائري. أحال اللواء بوم عيزة قائد القوات الجوية وهو من ولاية تيزي وزو، واستبدله باللواء العرابة وهو من ولاية قسنطينة كقائد للقوات الجوية، بحيث أن اللواء بوم عيزة هو ضابط طيار مهندس، واللواء العرابة هو دفعة 1964 وكان عريف في الجيش. مهندس طيار يستبدل بعريف في الجيش. كل هذه التغييرات جرت بالطريقة الانتمائية، بحيث أن الذين استفادوا من المناصب كلهم من الشرق الجزائري من أبناء جهة شنقريحة. توقف هنا ونعود نرجع له، لأنه ما زال في حديث مطول على هذا الموضوع. تقريبا هذا الفيديو يجيب فيه تقريبا كل التغييرات التي حدثت، وقراءته هو طبعا هنا عندنا مستويين، عندنا الوقائع الفاكتس لفي، مثلا عندما يقول لك أزاح فلان واستبدلوا بفلان، أزاح فلان واستبدلوا فلان، طرد فلان وجاب فلان، هذا هو وقائع، هذا سيدي في حاجات صراو بالفعل، ونحن وهو ما يقوله صحيح نعرفه. ولكن عنده كاين تحليل، شفتوا المقدمة نتاعو لما بدا تكلم على الطرق اللي تبنى بها الجيوش وتبنى بها الأمم وتبنى بها الدول، وهي طريقة كما سماها طريقة يعني طريقة الكفاءة، طريقة الانتماء، طريقة الانتفاع إلى آخره من وجهة نظره. راح نميزوا احنا فيما يقوله المساعد الأول بنويرة ما بين لي في الوقائع الفاكتس وما بين التحليل. التحليل هو يخصه، كل واحد يقدر يكون عنده تحليله الخاص. الوقائع لا، الناس لا تختلف في الوقائع، الوقائع هي واقعة إما صحيحة إما كاذبة، هذا المنطق يعني. وبالتالي احنا في الوقائع مش راح نناقشوه، في التحليل نقدر نناقشوا هذا الموضوع، لأنه ذكر هو هنا أربع أسامي ولا خمس أسامي، مثلا لشخة من الأغواط واستبدلوا بفريد بجغيط من مدينة من الشرق، مثلا عكروم من بومرداس واستبدلوا من مدينة من الشرق، مثلا شواقي من تيزي وزو واستبدلوا من مدينة من الشرق، مثلا غريس من معسكر واستبدلوا من مدينة من الشرق. هذه وقائع، لكن القراءة وراح نشوفوها الآن كثير، أنا حبيت نديرها في البداية، لأن احنا أخطر حاجة أن ندخلوا في الجهوية، أخطر حاجة أن ندخلوا في تقسيم الجزائريين، أخطر حاجة أن ندخلوا في تقسيم الجيش على أسس جهوية أو لغوية أو 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 أو. هو يقول لنا باللي هذا واش راه يصرى في الجيش، هو يقول لنا باللي هذا واش راه يصرى في الجيش. لكن اللي أريد أنا أقوله وأنبه إليه، كون أن هذه وقائع وأن شنقريحة متهم بأنه قام بالإطاحة بعدد من الجنرالات خارج منطقة الشرق واستبدالهم بجنرالات من منطقة الشرق، هذا لا يعني تحت أي ظرف كان أن منطقة الشرق يمكن أن تلام، أو مدن الشرق أو الشوية بشكل خاص ممكن أن يلاموا على عمل مثل هذا. هذا عمل سفيه، هذا عمل مدان، هذا عمل لا يقبله المنطق ولا يقبله العقل، لأن الجزائر هي الجزائر تاع الجزائريين كل، ولا الوجود للتفرقة على مستوى عشائري أو قبلي أو جهوي أو لغوي أو عرقي، وإلا ستكون الكارثة، لن تكون هناك جزائر. لكن بنويرة يقولنا باللي هذا ما أقدم عليه شنقريحة. بنويرة يفسر بأنها هذه الإطاحات هي مبنية فقط بأسباب جهوية، هذا ليس صحيح. الإطاحات فيها الجهوي ولكن فيها أسباب أخرى أيضا، لأن شنقريحة أراد استبدال كل تقريبا اللي كانوا موجودين تقريبا كلهم، باش يخلق طبقة جديدة تدين له بالولاء. كونهم جابهم من الشرق هذه جريمة يتحملها شنقريحة وحقيقة، ولكن جريمة يتحملها شنقريحة ولا يتحملها أبناء الشرق سواء كانوا في الجيش أو لم يكونوا. خلينا نزيدوا نسمعوا واش يقول.
بن بيشا واللواء عورة صالح، بحيث تم تغيير اللواء عورة صالح من مدير للعلاقات الخارجية إلى مدير المستخدمين في مكان بن بيشا. وكذلك لما رقي شنقريحة إلى رئيس أركان، استخلفه اللواء عثامنية وهو من سقهراس من منطقة الشرق الجزائري، واستخلف عثامنية اللواء حنبلي كقائد للناحية العسكرية الخامسة وهو من مدينة سقهراس من الشرق الجزائري، بحيث استخلف العميد بخوش كمدير للعلاقات الخارجية والتعاون وهو من الشرق الجزائري. استخلف اللواء عورة الذي عين كمدير للمستخدمين لوزارة الدفاع الوطني، حيث قام كذلك بتنصيب اللواء سالمي باشا كمدير الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال وهو ابن مدينة خنشلة في مكان اللواء جريد سليم. قام بتنصيب العميد بوغرة كمدير للقضاء العسكري وهو من الشرق الجزائري من مدينة أم الباقي، خلافا للواء بوسيس عمار الذي هو من الوسط الجزائري. وتم تنصيب العميد بوغرة كرد للجميل على تصفيته وتلميع ملف شنقريحة. قام بتنصيب العميد قواسمية كقائد للدرك الوطني وهو ابن مدينة سقهراس في مكان اللواء عرعار الذي أحاله للتقاعد بسبب أن عرعار يعرف ملف التهريب لشنقريحة، وبحكم أنه كان قائد جهوي للدرك الوطني بالناحية العسكرية السادسة، وكتب تقرير في سبتمبر 2019 عن ملف التهريب فيما يخص اللواء صواب واللواء شنقريحة. أحال اللواء مفدي يوس وهو من منطقة القبائل على التقاعد. اللواء مهدي يوس كان مدير لمكتب التعليم العسكري بأركان الجيش الوطني الشعبي، قام بخصم 5 أيام لشفيق شنقريحة لأنه تغيب عن الالتحاق بمدرسة التكوين بفرنسا، وأراد أن يتقاضى 5 أيام بالعملة الصعبة. ولأن مهدي يوس طبق القانون ودفع أجرة شفيق شنقريحة بالدينار وبطريقة انتقامية، قام بحالته على التقاعد. قام بتنصيب اللواء سابع مبروك كمدير للإيصال والإعلام والتوجيه لأنه ابن مدينة أم الباقي، وقام بعزل اللواء ماضي لأنه من الوسط الجزائري. قام بعزل اللواء قايدي لأنه ابن مدينة غليزان كرئيس لدائرة الإمداد كرئيس لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، وتم استخلافه باللواء حسنات لأنه من مدينة تبسة من الشرق الجزائري. قام بإحالة اللواء مقراني عبد الرحمن كمدير للإدارة والمصالح المشتركة بوزارة الدفاع الوطني لأنه ابن مدينة عين دفلة من الوسط الجزائري. قام بإحالة اللواء بوزوين كرئيس أركان للقوات الجوية، وتم استبداله بالعميد سالمي لأنه من الشرق الجزائري، ولأن العميد بوزوين من ولاية شلف من الوسط الجزائري. كل هذه التغييرات جرت بالطريقة الانتمائية، يجلب إلى المناصب أبناء منطقته وجهته، ويقوم بعزل الضباط من جهات الغرب والوسط ومنطقة القبائل والجنوب الجزائري. واضطروا بالطريقة الانتفاعية جلب معه ضباط عملوا معه في وشار، في حين جلب اللواء صديقي من بشار لأنه عمل معه بشار في مكان اللواء تيبودلات كمدير مركزي للعداد. ولأن اللواء تيبودلات من منطقة العاصمة، تم الزج به في السجن. العميد بوسلجة أتى به من بشار كمدير للمعتمدية في مكان اللواء عيسى الباي خالد وهو من منطقة البوليدة، بحيث أن اللواء عيسى الباي خالد قام بنزع صفقات الزيت والسكر لربراب، بحيث أن صفيحة الزيت كان يبيعها ربراب إلى الجيش ب 730 دينار للصفيحة، وتم استبداله بالحضنة الذي بدأ يبيع الجيش ب 520 دينار للصحيفة، وهو سبب الانتقام منه لأنه نزع الصفقات لربراب في الجيش. قام بإعادة العميد رابية كمفتش لمديرية أمن الجيش لإعادة بعث عملية التهريب. على الرغم من أن العميد رابية لديه ملف فساد، قام بتحضيره العميد العقيد أبو بكر فؤاد،
حين كان مدير مركزي لأمن الضيف بالنيابة العميد علي والحاج، أحيل على التقاعد سنة 2018 بشبهة التهريب، وأعاده شنقريحة إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي ورقاه إلى رتبة عميد، وأعطاه مدرسة الضباط بزيرالدا، ثم رئيس أركان للدرك الوطني، ثم رقاه إلى قائد الدرك الوطني، وهذا لبعث عمليات التهريب بالطريقة الانتفاعية. طيب هنا أيضا نتوقف باش نوضح شيء مرة أخرى. ما يقوله يعني المعلومات هما وقائع، دي في فاكتس، هذا ما فيهمش نقاش لأنهم حقيقة، لكن التفسير درك نوضح لي واش كنت نقول من قبل في التعليق. يعني هنا ذكرنا مجموعة أيضا، مجموعة كبيرة اللي تمت الإطاحة بهم لأنهم مش من مناطق الشرق، واستبدلوا بمناطق الشرق بضباط كبار مناطق الشرق. الآن قد أبدو وكان يدافع عن شنقريحة، في الحقيقة موش دفاع عليه ولكن توضيح للصورة. نجو لما حدث في الدرك الوطني. الدرك الوطني حتى قبل 2 أوت الماضي كان رقم 1 هو قواسمية نور الدين، ورقم 2 هو والحاج. في 3 أوت تم الإطاحة بقواسمية، والآن راه مسجون في سجن البوليدة، قائد الدرك الوطني، قائد القوات الدرك الوطني، واستبدلوا بولحاج. طبعا قواسمية من الشرق، والحاج من منطقة القبائل. هنا وين يخطئ في التحليل بنويرة، لأن والحاج قواسمية من الشرق، والحاج كان بقينا في منطق الشرق والآخرين لو كان قواسمية بقى والحاج دخل الحبس. لا، علاش تبدلت هنا العقلية؟ لماذا؟ لأن شنقريحة، والحقيقة هذه سائدة دائما في العقول المتخلفة هذه اللي تحكم هذه البلدان، يبدأ قبل كل شيء شكون فيه المصلحة. شنقريحة جهوي صحيح، لكن فوق الجهة جي المصلحة، والدليل هو أنه أطاح بقواسمية اللي هو من الشرق وسجنه، وجابوا الحاج اللي كان مطرود أصلا في 2018، طردوه وعنده جرائم كبيرة وطردوه، وجابوا عينه في مناصب مهمة، ثم رقم 2 ثم رقم 1 في الدرك. وبالتالي التحليل تاع قرميد أو تاع بنويرة هنا لا يستقيم، ليس دائما ما أقدم عليه شنقريحة مبني على الجهوية فقط. المصلحة فوق الجهوية، المنفعة فوق الجهوية، فوق الانتماء كما سماه هو. نقطة أخرى، قال بأن أطاح بالباي بالجنرال باي، لأن الجنرال باي وقف شراء الزيت على ربراب. ربراب كان يبيعه ب 730 دينار، قال للصفيحة يعني تاع 5 ريتلات. واشترى الباي، وقف صفقات مع طبعا شراء الزيت في الجيش، يعني آلاف في البادن كل شهر، أو عشرات الآلاف، يعني مبالغ ضخمة جدا يعني، واللي صدروا واللي بيعوا للجيش اختنوا بشكل كبير، وهناك فساد عارم. أنا طلعت مرة على ملف تاع المعتمدية هذه وتاع المشتريات، شيء مرعب يعني. قال بأن شنقريحة أطاح بالباي لأنه استبدل الباي، استبدل الحضنة، هذا اللي بيع زيت الحضنة استبدلوا ووقف ربراب. لو كان المنطق الجهوي هو الأصل وليس منطق المصلحة اللي مرات تجي فوق الجهة، لو كان بالعكس ينحي ربراب لأنه منطقة القبائل، ويخلي الحضنة لأنه أرخص، ولأنه ربما مانيش عارف هذا تاع الحضنة من أي منطقة. المهم إذن هنا أيضا لا يستقيم التحليل. فمرة أخرى نأخذ من عند بنويرة المعلومات، الديتا، الفاكتس، الوقائع، ونترك التحليل لأنه أحيانا يخطئ في التحليل. خلينا نكمل ونسمعوه. الصوت إن شاء الله راه يواصلكم جيد، يعني مش عارف إلا الصوت راه يصل جيد تاع المتحدث. الحين أن شنقريحة يظهر كأنه أتانا من ألمانيا، هو وبنبيشة وعورة، وكأنهم ليس من جماعة الجايتارح، في حين أن جماعة الشرق الجزائري لم تمسهم تغييرات من أمثال العميد كالي مدير المنازعات من ولاية كالما، أو
اللواء سعودي من ولاية أم الواقي، وهذا لأنه وغيرهم كثيرون، وهذا لأنهم من الشرق الجزائري. والدور ربما آتي في الأيام القادمة على اللواء دحناني لأنه من مدينة النيّة، وأيضا لوجود علاقة مع تبون بحكم أنه كان مدير العلاقات الاجتماعية وكان تبون وزير السكن، وكانت بينهما علاقة عمل. ولكن شنقريحة مصر على إحالته للتقاعد والزج به في السجن عند أول فرصة. وهناك بعض التغييرات التي أجرها تبون مثل العميد راشدي وهو من ولاية الشرشال، حيث كان مدير للمعهد التعليق مدير للمعهد الأمن بالأبيار، وكان يدرس عنده الأستاذ العقاب من حملة تبون، وهو أستاذ علاقات سياسية، وهو الذي قربه من تبون في فترة الانتخابات وفترة الحملة الانتخابية، وهو سبب لتعيينه كمدير للأمن الداخلي في مكان العميد بوعزة، وتم الانتقام من العميد بوعزة لأنه من الغرب الجزائري. كذلك تم تعيين اللواء بوزيت محمد كمدير للأمن الخارجي في مكان العقيد رملي ابن مدينة مستغانم، والعميد واللواء بوزيت هو ابن مدينة جيجل من الشرق الجزائري. وبعدها تم استخلاف اللواء بوزيت باللواء مقري محفوظ لتدخل مينا التوفير، واللواء مقري محفوظ هو ابن مدينة بلعباس مسقط رأس زوجة التوفيق الثانية وهو من الموالين له. وبعد وفاة اللواء بجغيد تم استخلافه بالعميد تيتوش وهو من منطقة العاصمة بتدخل من العميد بندوخة محمد عند تبون، لأن العميد بندوخة له مصالح خاصة في دائرة الإشارة والحرب الإلكترونية سيتم الكشف عنها مستقبلا. والعميد بندوخة هو اليوم مدير التنصت لثكنة برمول وحيدرة التابعة لرئاسة الجمهورية. كل هذه التغييرات وتغييرات أخرى لم نذكرها أقل مستوى كانت بالطريقة إما الانتفاعية، وخاصة الطريقة الانتمائية، وهم أبناء الشرق الجزائري الذين يفضلهم شنقريحة على باقي جهات الوطن، في حين يقوم بالزج بالسجن وفبركة ملفات عن طريق مديرية أمن الجيش، والزج في السجن عن طريق مديرية القضاء العسكري كلما دعت الضرورة لضباط باقي جهات الوطن، ويتم تعويضهم بضباط من الشرق الجزائري باقتراح من اللواء عورة مدير المستخدمين أو اللواء بنبيشة الأمين العام لوزارة الدفاع، ويتم استخلافهم بضباط من الشرق وخاصة من باتنا، وخاصة إذا كانوا شاوية. اجتماع صقور الجهوية والإقصار. هنا أيضا سمحوا لي بتعليق مرة أخرى. هنا في الديتا وفي المعلومات ناخذها من عنده، لكن في التحليل نجو نقول له كاين خلل، لأنه هو في الحقيقة بنويرة يبني النظرية على أن شنقريحة قام بشرقنة، شرقنة يعني الشرق، أن الجيش أصبح مشرقاً، أصبح من الشرق كله قيادة الجيش. والحقيقة أنه أعطى مثال، قال بأن تم استبدال العميد رملي بالعميد بوزيت أو الجنرال بوزيت، رملي من الغرب وبوزيت من جيجل، وفيما بعد تمت الإطاحة ببوزيت وجاءوا بمحفوظ، ومحفوظ ماهوش من الشرق، لكن هو فسر قال لك لأن محفوظ كان جابوا توفيق. إذن معيار الجهة ينتفي من حين لآخر لمصلحة المنفعة والمصلحة وكيف يفيد. إضافة، أنا نعطي له إضافة ما قالهاش هو أن بوزيت اليوم موجود في السجن ومر على تعذيب رهيب، مثل متى مر هو على التعذيب، بعدين سنرى كم تعذب بنويرة في الوثائق اللي عندي. إذن مرة أخرى هو كان كما قلنا ذكر الانتماء والانتفاع وإلى آخره، لكن دائما يبدأ الانتفاع هو الأول، بمعنى أن شنقريحة واللي يشيروا عليه واللي داخلين في الإشارة عليه مجموعة بما فيهم ولد نزار لطفي، بما فيهم توفيق، بما فيهم بعض الجنرالات كما بن بيشة، بما فيهم تدخل تاع تبون، خالد تبون إلى آخره. كاين مجموعة من الأشخاص تدخل تضغط على شنقريحة، لأن شنقريحة هو الحاكم الحقيقي والحاكم الفعلي، فتدفعه في اتجاه أو في آخر. ومرة أخرى أيضا
إخوتنا الشوية أن نبرأهم من أفعال شنقريحة، ليس لأن شنقريحة شاوي فهم يتحملون مسؤوليته، مثل ما ليس لأن يحيى أو توفيق قبائل لا القبائل يتحملوا مسؤوليته، ومثل أن العربي بالخير نزار أيضا شاوي ما يتحملوش الشاوية ما يفعل، العربي بالخير أو بوتفليقة من الغرب ومن العرب لا يتحمل العرب أو الغرب مسؤول ما فعلوا من جرائم. المناطق نتاعنا شعبنا مدننا كلها تعاني، الشرق المعاناة في جسور الشرق ومدن الشرق لا تقل بؤسا عن الجنوب أو عن الغرب أو عن الوسط، هذه حقائق، هذه حقائق. فالشعب كله في الحقيقة في ميزيريا كحلة كله، كون أن مرات قبائل أو شاوية أو هارنة أو عنانبة أو من ورقلة أو يكونوا في مسؤولية ويتصرفوا بطريقة بشع، هذا لا يحمل المسؤولية لا للمنطقة ولا لأهلها ولا للجهة ولا لأهلها. رئاسة جمريحة وعورة وبنبيشة وعثمانية، حيث وضع مخطط خماسي من سنة 2020-2025 لشرقنة الجيش الوطني الشعبي، والعمل جار على قدم وساق لاكتساح جميع مناصب التي يتولونها باقي سكان الوطن تحت شعار شرقية شوية بطنية وتعليمات أسدها شنقريحة وأمر بتنفيذها، وهي أولا أحمرنا خير من عودهم المهم نتاعنا راس مالي تغنانت مع زول وطارت، حيث بهذه الشعارات أمام بنبيشة وعورة محمد صالح أمرهم بأن تكون الترقيات والتربصات في الخارج والداخل ولجان الامتحانات كلها لسكان الشرق خاصة من ولاية باتنا وإن كانوا شوية. أما التهميش والعزل والعقوبات إلى الصحراء والتقاعد والتوريط لإطارات الغرب والقبائل والوسط الجزائري وتشويه سمعتهم إلا في الحالات الاستثنائية، والترويج لهذه التغييرات على أنها إصلاحات ولا أن المضحى بهم هم جماعة القايد صالح. والحقيقة هي أنهم ليس من الشرق الجزائري، وأمرهم بأن تصبح مقر وزارة الدفاع الوطني بالأبيار بطقارة إلى وزارة الدفاع الشرقية وليس وزارة الدفاع الوطني، بحيث وبعد سنتين أصبح وبعد أن كانت وزارة الدفاع الوطني يوجد فيها توازن من جميع الجهات يمثلون جميع جهات الوطن أصبحت شرقية بحوالي 95%، وفي انتظار أن تصبح 100% في مخطط التحويل لسنة 2023، بحيث أن اليوم أصبحت أركان الجيش الوطني الشعبي فريق شنقريحة من ولاية باتنا، الضول اللي هو دائرة الإمداد والتنظيم زياري من ولاية سكيكدا، الدي أو بي اللي هي دائرة الاستعمال والتحضير من ولاية تبسة اللي هو اللواء حسنات، الدي جي أم مديرية القضاء العسكري العميد بوغرا من أم بواقي، دي جي سي اللي هو المدير المنازعات اللي هو العميد كالي من ولاية قالمة، اللواء أورا كمدير المستخدمين من ولاية باتنا، الأمين العام بن بيشا من ولاية باتنا، مدير الإيصال والإعلام والتوجيه سابع مبروك من ولاية أم بواقي، مدير المنشآت اللواء سعودي من أم بواقي، العميد بخوش الدراك مدير العلاقات الخارجية والتعاون من الشرق الجزائري، مدير الصناعة العسكرية من ولاية قالمة اللواء قريب، كلهم من وباقي الأسماء وكلهم من الشرق الجزائري، بحيث أن شنقريحة يعامل باقي جهات الوطن أمام المجتمعين على أنهم خونة وعلى أنهم لا يصلحون في قيادة الجيش، وينظر إليهم بنظرة استعلائية ونظرة طبقية ويجسد هذا ميدانيا. زيد على ذلك العدالة العسكرية بحيث توقف هنا أيضا مرة أخرى نرجع لهذه النقطة. شوفوا إخواني، صراحة اللي خلاني يعني باش نعلق ونركز على التعليق على تاع الفيديو هو هذا الموضوع، هذا موضوع خطير. واش راه يقول بنويرة؟ خطير جدا، لأنه قد يؤدي إلى تقسيم الجيش، قد يؤدي هذا هم بيناتهم، يعني ما همش المدنيين ولا الحركيين، ولا هذا هو عسكري كان الكاتب الخاص تاع القايد صالح يتكلم على ما يجري داخل الجيش،
على الخلافات والخصومات والصراعات، وتقديره هو أن السبب الرئيسي لما يقوم به شينغريحا ومن معه هو الإطاحة والإتيان بكبار ضباط من الشرق والإطاحة بالآخرين، بل أن حتى تربصات وترقيات للخارج وتكون لأهل الشرق، بينما الجهات الأخرى يروحوا للصحراء أو يستبعدون إلى آخره. اللي خلاني نعلق على هذا الموضوع باش نوضح شيء، ناخذ من عنده لفي الوقائع ديتا كما تسمى، وما ناخذوش تحليل. هذا يعني كلام خطير وخطير جدا. هدفنا الحفاظ على جيشنا، خصومتنا مع المفسدين داخل الجيش، مع القيادة المافيا العسكرية، ليس مع الجيش. الجيش جيشنا، الجيش جيشنا، لازم الناس ما يفرقوا، ما يغلطوش ما بين جيشنا كجيش، سميه مؤسسة، سميه جهاز، سميه كما شئت، وما بين قيادة فاسدة باسم الجيش تعبث بمصير الجيش ومصير البلاد ومصير الدولة ومصير الشعب. مهم جدا جدا. ما لازمش ياخذوا بعض الناس مقاطع أو يقول لك شفت الجيش قاعد مسيطر عليه الشرق. لا، الجيش مش مسيطر عليه جنرالات الشرق، الجيش مسيطرين عليه جنرالات المفسدين. وكون شينغريحة يلجأ لجنرالات من بلدة تاعو أو من الجهة تاعو، فهو خوف مرعوب، لأنه يريد أن يشكل عصبية كما يسميها ابن خلدون. وكأننا لسنا في جمهورية، وكأننا لسنا في القرن 21، وكأننا لسنا في عالم القرية الواحدة، وكأننا وكأننا. وهذا اللي كنا دائما نقوله. وكانوا هم المجرمين والبروباغندا نتاعهم الإجرامية يقول لك فلان وفلان وفلان يحبوا يدمروا الجيش، رشاد تحب تدمر الجيش. أبدا، الجيش جيشنا، نحن نريد أن ننقذ الجيش من هذا الفساد ومن هذا الإجرام ومن هذه السجون ومن هذه الصراعات، لأنها قد تتفجر وتصبح دبابات خارجة من المدينة الفلانية والمدينة الفلانية إذا بقي الوضع كما هو، إذا لم ينتصر الشعب، إذا لم تقم دولة مدنية، إذا لم تقم دولة مدنية أو على الأقل ينتصر الشعب في أقرب فرصة ممكنة. فهذا الكلام لما يسمعوه عسكر تاع الغرب والشرق والوسط ومنطقة القبائل والجنوب يقولوا إيه، كما سماه هو شرقنة الجيش، أي أصبح من الشرق، وقال لك الآن 95% وفي المخطط حتى 2025 يصبح 100%. احذروا هذه إخواني، احذروا، ستكون كارثة على البلاد، كارثة على الجيش، كارثة على الشعب. يجب، كنا قلناها والناس اللي يتذكرون قلنا هناك ثلاث وحدات يجب أن تكون: وحدة الشعب، وحدة البلد بجغرافيته، ووحدة الجيش. ثلاث أشياء، ثلاث وحدات، روازينيو اللي ما لازمش نلعبوا بهم، وما لازمش تحت أي ظرف، تحت أي ضغط، تحت أي اعتبار الناس تتلاعب بهذه الأشياء الثلاثة: وحدة الشعب، وحدة البلد والدولة الوطن، ووحدة الجيش. وكي نقول الجيش تبع الله الأجهزة الأخرى، يعني الأجهزة المسلحة أساسا. فأنا أختلف معه في التحليل، وإن كان يعطينا في الحقيقة صورة على ما آلت إليه الأمور وعلى الجهل السائد على مستوى قيادة الجيش القائمة اليوم، ولذلك سماها الشعب الجزائري مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. إذن فلتسقط المافيا العسكرية وليقوم الجيش الوطني الشعبي بحق، هذا اللي نريده. نزيد نسمعه. إن العدالة العسكرية كلها شرقية 100%، وهي عدالة انتقامية، بحيث أن مدير القضاء العسكري العميد بوغرة في الولاية المباغي، وهو شوي العقيد بوريش، وهو رئيس، وهو بيجي تاع بليده، النائب العام للمحكمه العسكريه ببليده، العقيد المقدم بخاري، وهو طير وكيل الجمهوريه للمحكمه العسكريه ببليده، الرائد نسيب يحيى، وهو النائب وكيل الجمهوريه للمحكمه العسكريه ببليده، الرائد خذيرية كريم، وهو قائد التحقيق عميد قضاء التحقيق بالمحكمة العسكرية ببليدة، زد على ذلك مدير السجن للبليدة اللي هو العقيد سعيدي، وهو من ابن مدينة كلمة،
زيد على ذلك حتى نائب مدير سجن البوليدة اللي هو الرائد نصيف ابن مدينة كلمة، حتى رئيس المحكمة الذي هو مدني الذي أتى به بخاري المقدم بخاري وهو دفعته أتى به في نوفمبر 2021، والآن أغلقت اللعبة بالمحاكمة السورية 100%، بحيث أن جماعة الغرب الجزائري والقبائل والصحرات وضع لهم ملفات مفبركة من الدي سي اس ويتم الزج بهم في السجن بالعدالة الشرقية الانتقامية، وتكيف لهم القضايا على أنها جنايات، في حين أن أصحاب الشرق الجزائري على أكثر تقدير وفي حالات استثنائية تكيف لهم تهم جنح بسيطة ويتم خروجهم من السجن لاحقا، بحيث أن السجن العسكري بالبوليدة ممتلئ بباقي جهات الوطن ما عدا سكان الشرق. والدليل على ذلك مثلا قضيتي، هناك 17 واحد الذين مرروا مخطط التحويل لسنة 2020 وصبات كلهم من باتنا تم الإخراج عنهم، في حين أني بقيت في نفس السجن. وسأعود إلى هذا الملف لاحقا لأشرحه بالتفصيل. كذلك أمر شنقريحة بنقل عدوى الجهوية إلى مؤسسات الدولة، بحيث تدخل عند تبون عن طريق لواء من المتقاعد مجاهد لتعيين صالح جوجين من ولاية باتنا كرئيس لمجلس الأمة، وهذا في حال وجود طارق عند تبون يتم استخلافه بصالح بوجيل، ومن ثم انتخاب رئيس يكون من الشرق الجزائري وخاصة من ولاية باتنا لغلق اللعبة الانتخابية القادمة وسيطرة شنقريحة على الحكم من بعيد. طيب هنا أيضا نتوقف دقيقة. هو تكلم على أن القضاء العسكري كله من ضباط الشرق، ومدى مقدم عقيد إلى آخره إلى آخره، هذو فاكتس، هذه حقائق. لكن أضاف لنا وهو يتحدث على أنه شنقريحة عين صالح جوجيل لرئيس لمجلس الأمة كما يسمى السنة، وذلك بحيث أنهم إذا نحوا تبون يجي هو في بلاست، وكما جاء بن صالح في بلاست بوتفليق، في مكان بوتفليق. هذا نصف حقيقة مش حقيقة كاملة. لماذا؟ لأن اللي عين جوجيل كرئيس للسنة، كرئيس لي وش يسموه هذا المجلس كذا تاعهم، اللي عينه هو قايد صالح، كي كان هو الكاتب نتاعو، كي كان بنويرة الكاتب نتاعو. ولماذا؟ لأنهم هم من نفس البلدية، نسيت اسمها، ممكن الناس الآن يذكروني بها، كنت ذكرتها عدة مرات، قايد صالح وجوجيل من نفس البلدة. فلما جاء بن صالح خلف بوتفليقة راحوا جابوا جوجيل، ونظن كان موجود في المجلس هذا تاعهم، مجلس السينا هذا كما يسموه، وعين ياقوت بالضبط، شكرا اللي ذكروني فيها. فراحوا جابوا جوجيل وحطوه بالنيابة، يعني قايد صالح هو اللي حطه بالنيابة. كل ما فعل شنقريحة من بعد هو أنه كونفيرما، هو أنه أكد له أنه أصبح هو رئيس مجلس هذا تاع العبث تاع النهب، فقط باش نوضع الأمور في السياق نتاعها. لأنه بنويرة يقول أيضا أنه اللي تحكموا معاه في تمرير الملف المخطط نتاع 2021 يقول كانوا 17 كلهم أطلق سراحهم إلا هو، لأنه هو من الشرق وهو ما طلقوش لأنه من الغرب. هذا أيضا ليس صحيح، هذا أيضا ليس صحيح. لماذا؟ لأن بنويرة ما هوش مشكل تمرير الخطة تاع 2020 أو 2021، مش هذا هو فقط المشكل. بنويرة هو حافظ أسرار القايد صالح، يعرف أشياء كثيرة جدا، كان الجنرالات يتدخلون عنده، كانوا يروحوا عنده يقدموا له هدايا كذا باش يدخل عند القايد صالح، كان يعرف كل شيء. بالنسبة لشنقريحة هذا الذي يعرف كل شيء لا يمكن أن يبقى حي، وإذا بقى حي لازم يكون في السجن، ما لازمش يكون خارج السجن. والدليل أيضا هو أن بنويرة يقولنا من البداية أن شنقريحة كان اتصل به
لما كان القايد صالح يضع الجنرالات والعقداء في السجون عدد كبير منهم، وقال له من فضلك تدخل لي عند القايد صالح، راني مريض وراني نعالج في عين نعجة، وكان يدخلني الحبس ممكن نتهلك إلى آخره، فشوف لي معاه. إذن شنقريحة اللي كان طلب هذا من بنويرة، وبنويرة عاونه بالفعل، لا يريد شنقريحة أن يرى مساعد أول أرجيدون شيف هو اللي نجاه من السجن، وموش فقط نجاه من السجن وأصبح هو قائد الجيش. فهذا أيضا مهم جدا حتى لا نقع في فخ الجهوية، وأن كلش كما يقدم بنويرة هنا مبني على الجهوية. لا، مبني أول كل شيء على الانتفاع والمصلحة والعلاقات، ثم تأتي الجهوية. صحيح، واقع، هذه حقيقة أيضا. باقي فيه 8 دقائق الفيديو تاع بنويرة. هو مدير الشؤون الجزائية والقضائية بوزارة العدل، وهو ابن منطقة عنابة وصديق ابنه شفيق وصديق العقيد بوخاري وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية ببريدة، وكل هذا للتحكم في المدنيين عن طريق الزج بهم في السجون أو الإفراج عن جماعة الشرق. ومن ثمار هذه العدوى أن المتابعات حتى في المؤسسة المدنية تتم ضد بلقصير وولد قدور، مع أني لا أدافع عنهم ولكنهم من الغرب الجزائري، في حين يتغاضى القضاء عن نائب المال العام بوشواء الوزير السابق للصناعة بوشوارب الذي اختلس أكثر من 140 مليون دولار، وهذا لأنه شاوي ابن منطقة أم البواقي من الشرق الجزائري. وكذلك تعامل القضاء بليونة مع خالد نزار وابنه رغم وجود ملف ثقيل أكثر من 3000 مليار في العدالة وتم تبرئتهما، والملف يتعلق بصفقات واحتكار الإنترنت في وزارة البريد. وكل هذه الترتيبات من شنقريحة لغلق اللعبة للسيطرة على الحكم في المرحلة القادمة، حيث استغل شنقريحة إرث المؤسسة العسكرية وحماية الفريق أحمد قايد صالح للحراك وتعهده بعدم سقوط ولا قطرة دم واحدة، واستغل رابطة جيش أمة لتمرير هذه السياسة العدوانية لتفريق المؤسسة العسكرية ونشر الفتنة بين أبناء الوطن الواحد والتفرقة والفوقية وثقافة الرقعة الجغرافية ورفض الآخر والتطهير العرقي المؤسساتي والاضطهاد وضرب التوازنات ونشر ثقافة التطويع والكراهية والتلاعب بمؤسسة عريقة تمثل العمود الفقري للدولة وضرب التنافسية للمؤسسة واجتثاث الكفاءات من باقي ولايات الوطن ونشر الاتكالية والمحاباة، وهي جريمة مسرحها الجيش الوطني الشعب، وهي نظرة سطحية لشنقريحة ستفرز عن نتائج وخيمة، بحيث أصبح ضباط الغرب الجزائري كفرائس بضباط الشرق لاصطيادهم ونيل مناصبهم. وهذه تنذر بتمزيق الوحدة لأقوى مؤسسة في البلاد، مع العلم أن الجهويين لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم، أما الشرق الجزائري فهو بريء منهم. هذا كلام صواب. هنا قال كلمة صواب. الجهويين لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم، أما الشرق الجزائري فهو بريء منهم. هذه كلمة صواب، لكن الخوف، كل الخوف، أن يعتمد على ما قيل من قبل وما سيقال فيما بعد أيضا، ما زال عنده حديث وربما ما زال عنده فيديوهات، ويقول لك الناس تمت شرقنة الجيش الجزائري والجيش الجزائري سيطر على الشوية والشرق إلى آخره. هذا ليس صحيح. يسيطر عليه المفسدين، تسيطر عليه المافيا العسكرية. كون هذه المافيا العسكرية اليوم أصبحت تميل أكثر إلى ضباط جايين من منطقة الشرق، فهذا هذا إدانة لهم إضافية، ولكن ليست الإدانة الأولى. الإدانة الأولى هو أن الجيش لا يخضع للقانون، هو أن الجيش ليس تحت التحكم المدني، هو أن الجيش يتصرف وكأنه جنرالات الجيش يعني يتصرفون وكأنهم آلهة، يطيحون بمن يشاء، يسجنون من يشاء، رب أحيانا يقتلون من يشاء بالكورونا وبالأشياء الأخرى، ويشردون من يشاء، ويأتون بالرؤساء إلى آخره. شيء آخر، قال لك أن القايد صالح حافظ على لا تسقط قطرة دم في الحراك. هذا صحيح، سقطت قطرات الدم. على كل حال كان على الأقل 5 الذين قتلوا، وكان عشرات إلى مش مئات الذين جرحوا بالدماء يعني. لكن ما قام به القايد صالح
وهو لا يقل خطورة على ما يقوم به اليوم شنقريحة. وبالمناسبة أذكر نقطة مليحة، ثم قال لك مرات يقولوا فلان فلان من جماعة القايد صالح، قال لك واش وشنقريحة وبنبيشة منين جاوا؟ من ألمانيا. هذه كلمة صواب قالها في نص الحديث، لكن ما قام به القايد صالح هو خيانة الشعب الجزائري اللي كان يطالب وخرج بالملايين يطالب بدولة مدنية مشي عسكرية. ها هي الدولة العسكرية وش تجيب؟ ها والحكم العسكري وش يجيب؟ كلما استمر الحكم العسكري كلما زاد فسادا وانحرافا وخيانة وفشلا. بدأ من 62، العسكريين اللي كانوا في 62 يعتبرون كالثرى والثريا، هما الثريا واللي راهم اليوم ثرى، يعني هما في الأعلى والأخرين تراب مقارنة. لكن هذا هو النظام العسكري، يبدأ الانحراف بسيط ويصل إلى أقصاه. غدا نتذكر ذكرى 30 للانقلاب العسكري اللي قام به الكابران، كابران فرنسا نزار ومن معه، وهو ابن كابران سابق وجده كان كابران في الجيش الفرنسي. الانحراف، النظام العسكري كلما مرت الأيام كلما ازداد خرابا ودمارا وفشلا، لأنهم بعد يولوا يخافوا فيولوا يقربوا أصحاب المصالح وأصحاب الانتماء الجغرافي، يولي هو المعيار الرئيسي، منفعة والانتماء الجغرافي. وهو شنقريحة الآن يذهب أكثر مما ذهب قايد صالح، وقايد صالح ذهب أكثر مما ذهب العماري، والعماري ذهب أكثر مما فعل نزار، وهكذا. هاو علاش رفضنا الدولة العسكرية منذ اليوم الأول تاع الاستقلال، ونرفضها ونقول أن الحكم العسكري هو حكم بالطبيعة دمار، فوضى، فشل، جرائم، اغتيالات، قاتل. هذا هو الحكم العسكري. هذا لا يعني أن الحكم المدني قد لا يحدث في هذا، يحدث، يحدث أيضا في الدول المدنية، هذا قد يحدث، لكن عندما تكون شفافية، عندما يكون الإعلام، عندما يكون المجتمع المدني يخف يقل. الآن عندك حكم عسكري، كاش ما شفتوا الحديث تاع بنويرة هذا في أي جريدة، في أي قناة، في أي صفحة من صفحاتهم؟ لا. لكن هذا الكلام هني نرد أنا حتى على بنويرة الآن، يعني اللي هو خرج بكثير من الأفعال، لكن الرد على كونه أن الجيش تم تشرق قناته، أن الجيش استولوا عليه أصحاب الشرق والشوية بشكل خاص، هذا ليس صحيح، فيه جزء من الصحة لكن ليس صحيح في المطلق. ومناطق الشوية ومناطق الشرق تعاني، كي تروح تشوف سقه راس ولا تشوف خنشلة وما جاورهما على سبيل المثال، وكأنك في ما قبل التاريخ، وهذه مناطق كانت قلب الثورة الجزائرية. إذن نحذر من أن يتم تحويل هذه الأشياء إلى أن تضرب الجيش ضربة قاسمة باسم الجهوية. الاستعمار الأجنبي الذي يراقب الدولة الجزائرية، وهي سبب خراب جميع الأمم السابقة. وفي ومن أحد التعريفات الوطنية على أنها تساوي نسيج اجتماعي متلاحم زائد مؤسسات قوية، حيث أن النسيج المجتمعي أثبت تلاحمه، وخاصة في الأحداث الأخيرة والهبة الشعبية التي أبانت عن وحدة وتلاحم الشعب، في حين أن المؤسسات القوية وخاصة الجيش يقوم شنقريحة بإفراغها من محتواها، بحيث أنه أصبح الشرقي يأكل الغربي والقوي يأكل الضعيف، ولم تصبح المؤسسة لباقي جهات الوطن ذلك صمام الأمان والإسمنت المسلح للتكافل والتآزر ككتلة واحدة في الذود عن الوطن الواحد. وكل هذا بسياسة شنقريحة لتشريق المؤسسة مفهوم الهوية وأنواعها. هناك نوعين من الهوية، الهوية الأحادية، وهذا في مفهوم أرسطو تمثل ثقافة المسيطر تعتمد على الخطابات الفضفاضة وعدم الإصغاء للآخرين وقمع الأغليات، لا تقبل التنوع، تنشئ صراعات لتمزيق النسيج المجتمعي. وخير دليل مثل ما جرى عند في دولة العراق صدام حينما عزل باقي من هم ليسوا بسنة
والقذافي عندما عزل منهم ليسوا من قبيلته، والنتائج كما ترون كانت سبب في تفكك هذه الأمم وانتشار النعرات الطائفية. ثانيا الهوية المركبة، وهي جامعة للمبادئ العامة تسمح بالتنوع مع تحديد الجامع الوطني، تعترف بالجميع في ظل الاحتواء داخل الدولة الأمة، تنمي الانسجام، تعزز التماسك. وهناك دول رغم تعدد الإثنيات فيها والعرقيات إلا أنها تحافظ على الجامع الوطني، مثل ألمانيا وروسيا وأمريكا، عندهم المئات من العرقيات في أوطانهم ولكن يعيشون بانسجام، ولا يوجد هناك صراع عرقي، بل التفاضل بينهم يكون على أساس العلم، بحيث أن صراع الهويات الذي ينشره شنقريحة يسمح بزرع الفتن والتعصب والتحيز والانتقام وعزل الهويات الأخرى، ويؤدي إلى الانتفاضة لاحقا، ولا يفيد أحد بل يستنزف المؤسسة العسكرية. أما الوحدة ونبذ الفرقة فهي وعي، والوعي هو الشعور بالمسؤولية، ويجب على تبون من إعادة الانسجام الهويات للمؤسسة، لأن لها تاريخ مشترك ومصير مشترك. أما شنقريحة فأقواله عن الوطنية والممارسة كلها جهوية، ونضرب مثالا على ذلك في الوحدة، بحيث أن فرنسا لما احتلت الجزائر في سنة 1830 إلى 1962، بحيث الفترة من سنة 1830 إلى 1954 كانت فرنسا تتلاعب بالهويات والأقليات بسياسة فرق تسد ونشر الزعامات بمكر وخديعة، بحيث استطاعت أن تفرق ما بين ثورة أحمد باي وثورة الأمير عبد القادر، وكانت حائلا في عدم اتحادهما، وكانت تقوم بعزل الثورات المتوالية طوال القرن الماضي. ولكن جيل نوفمبر لما كان مبدأه الانتصار أو الشهادة، وحارب ذلك الجيل كل أنواع التفرقة، بحيث أن العقيد أميروش قال لأحد جنوده: لا تسأله من أين هو، كلهم جزائريون، والقصة مشهورة. وبتلك الوحدة نالوا استقلال الجزائر، وكان الجيل الذهبي للجزائر، بحيث أن الحاكم المستبد الجهوي يحب من يمدحه ويذم خصومه ويبرر لسياسته العرجاء التي لا يقتنع بها حتى الأطفال، ويمثل شنقريحة الشخصية المرضية يحب. طيب نتوقف هنايا، ومن بعد بقي أقل من دقيقتين نسمعوها. نظريا طبعا بما تفضل به نتوافق معاه فيما قالوا، هذا هو الأصل في الأشياء كما سمعتوا الآن في التحليل، ما كان نعاوده. لكن فقط نذكر بونويرا أنه كان الكاتب الخاص للقايد صالح، اللي ما تنساوش نظرية الزواف، ما تنساوش ما كان يقال يومها، ما تنساوش أن هذا الكلام قيل في التلفزيون، ما تنساوش ذلك التقسيم، حتى رد عليه الحراك في جمعات من أروع ما يكون لقبائل خاوتنا بركونا من الفتنة، وقيلت في قلمة كما في باتنا كما في عنابة كما في وهران كما في سعيدة كما في تمراست أو ورقلة أو الجلفة أو المدية أو سعيدة أو مغنية، قيلت تقريبا في كل المدن الجزائرية. متى قام هذا الشعار؟ هذا الشعار قام وأطلقه الحراك و حرائر وأحرار الحراك عندما كانت هناك تفرقة وشيطنة كبيرة لمنطقة القبائل، هذه حقيقة. متى كانت هذه؟ كانت في وقت القايد صالح. الآن تتم بطريقة أخبث، وهو تقسيم الجزائريين ككل. شفنا واقعة جمال بن اسماعيل رحمه الله، لكن الآن اللي يشرف عليها نفس المافيا العسكرية، إنما تغيرت الأسماء. واللي أنا نذكر به الآن هنا بونويرا، وأيضاً ربما باش ما يستخدمش هذا الفيديو من أجل ضرب وحدة الجيش الجزائري على أساس أن الشرق سيطر عليه، أن جبار مهنا اللي شفتوه الأسبوع الماضي ودار لابافيت متخبي شوية، هو منطقة القبائل، هو اللي الآن مكلف بما يسموه محاربة المدير العام لمحاربة التخريب. جبار مهنا أشرف شخصيا على بعض الحرائق التي تمت في منطقة القبائل من أجل إحداث الصدمة.
إذن القضية هي ليست أن تكون قبايلي ولا شاوي ولا عربي ولا مزابي ولا تركي ولا عنابي ولا وهراني، لا 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 لا، لم تعد كذلك. مصالح المافيا العسكرية، مصلحة عندما كانت جاءت نظرية الزواف، وعندما جاءت أيضا المصلحة بعد رحيل قايد صالح وصلوا إلى مشكلة الأكسجين اللي كان نحن نعرف أن جزء كبير منه كان مقصود به الصدمة، ومشكلة الحرائق اللي مست منطقة القبائل واللي أشرف عليها شخصيا جبار مهنا وهو قبيلي. إذن للأسف رانا نتكلموا هاك باش نوضحوا الحقائق، باش ما ندخلوش في الجهويات وفي العرقيات وفي اللي المافيا العسكرية بمختلف وجوهها، ليس الآن فقط، بمختلف فتراتها ووجوهها وقياداتها كانت دائما تلعب بها، أحيانا تلعب في الخافي من تحت لتحت، وأحيانا تلعب في المكشوف علنا كما شفناها في فترة القايد صالح. خلنا نسمعوا له الدقيقة ونص اللي باقية. إحاطة نفسه بالضعفاء ليغطي على مستواه، يحب الظهور والتباهي، متملق لرئيسه، عاطفته الهوجاء لبني منطقته، والعداء والتطويع والتوريط والتشويه لمن هم ليس من جهته، شخصية مريضة غير صالحة للقيادة، متورط في مؤامرة كبيرة على الجزائر بحيث تمثل الجهوية طعنة في خاسرة الأمة لتفكيكها، بحيث يعمل شنقريحة على شرقنة الجيش الوطني الشعبي وباقي مؤسسات الدولة كل ما استطاع، وهذا بتدبير من خالد نزار والترويج عبر الذراع الإعلامية بنزديرة على أن هذه التغييرات هي إصلاحات، وهي في الحقيقة ضرب لجهات الغرب والقبائل والجنوب الجزائري، في حين أن جهات الشرق لم تمسهم شيء، وهذا مقابل أغلفة مالية يمنحها لبنزديرة، والدليل أن بنزديرة لم ينتقد يوما لا نزار ولا شنقريحة، وكل هذا تحت تخطيط دولة أجنبية تريد تدمير الجزائر بأيادي جزائرية، واليد المنفذة هي شنقريحة. وبعد انتهاء عمليات الشرقنة يقوم مخبر صراع الفكري للدولة الأجنبية بإنتاج أو الترويج بأن هناك جهوية مقيتة في الدولة الجزائرية، ومن ثم ينتفض باقي سكان المناطق المهمشة والمقصية والمطالبة بال... ينتهي هنا الفيديو ينتهي هنا الفيديو. واضح أن فيه فيديوهات أخرى مازال ما وصلتناش، إلا وصلت راح نقدموها لكم ونعلقوا عليها كما هي الآن. هو يختم الآن ويعاود يرجع لموضوع الشرقنة وكذا اللي احنا نتفقوا معاه في جزء منها، لكن ما نتفقوش معاه في التحليل نتاعه، ونتفقوا معاه في الوقائع كما قلت ولكن ليس في التحليل. ويذكر في الأخير يقول لك أن يذكر هذا المجرم اللي موجود هنا ويقول لك بأنه يشتغل لشنقريحة ونزار، طبعا هذا معروف، يعني هو شاهد، هو يقول هذاك علنا وخرج سكران مع نزار في ضحكات وقهقهات معروفة، ومعروف بأنه مبتز وأنه معروف، وهناك فيديوهات وتسجيلات، وكان المفروض أنه سجن منذ فترة طويلة في هذه البلاد لو طبق القانون. كاين جزائريين يتساءلون لماذا لم يطبق عليه القانون، أو ربما لأن كثير من الجزائريين ما وصلوش الحقيقة، لأنه في هذه البلاد المفروض 1% مما قاله هذا المجرم اللي ذكروا، أنا لا أحب أن أذكر اسمه إطلاقا، اللي ذكروا بونويرا، لو 1% قدمت إلى العدالة في هذه البلاد كنا ضربوه بعشرين سنة سجن. يعني واحد يدعو إلى قتل 20 مليون جزائري، هذه جريمة ليس لها منطق، ليس لها حدود في هذه البلاد، يقدر يأخذ فيها 20 سنة بسهولة، غير مقبولة. لكن للأسف ربما الجزائريين ما رفعوش عليه ما يجب. أنا شخصيا ما عنديش الوقت باش نضيعه عليه، وما نعطيلوش فرصة باش يقول باللي أنا رفعت عليه قضية، ما نديرهالوش، لكن آخرين كان لازم أن يقوموا بذلك. فهو لما يذكر هنا فهو دور عادي. يعني أعود لما كان يقول، وأنا إذا تواجد معكم كما قلت في هذا الموضوع بالذات، يعني اللي خليت كل القضايا الأخرى باش نعلق عليه، لأن باش يكون واضح يا إخوان، إياكم وإياكم وإياكم أن يحدث انشقاق داخل الجيش، إياكم، يجب
تطهير الجيش من المافيا العسكرية وتحويله إلى جيش شعبي وطني بحق، لأنه اليوم جيش مافياوي تتحكم فيه المافيا، جيش أصبح تحت العبودية، تحت المافيا، تحت المخابرات الإرهابية. هذه الحقيقة، وهذا هو دور الحراك ودور الأحرار ودور الدولة المدنية المأمونة بإذن الله. قبل سنوات أصدرنا، ما مش نقولها لكم، ما كاني أريد أن ندير بيبليسيتي ولا ما نحتاجوش لذلك يعني، لكن فقط باش الناس إذا تريد أن ترى يقول لك أعطونا شيء بديل، أعطونا حاجة. ها، قبل 6 سنوات أصدرنا في حركة رشاد في 26 ديسمبر 2015 بيان الختامي، وتحدثنا فيه على لائحة سميناها اللائحة المعتمدة بشأن تمدين الدولة والتحكم الديمقراطي في القوات المسلحة، وقلنا أن عدم التحكم، عدم تمدين الدولة، عدم أن لا تكون هناك دولة مدنية، وعدم التحكم الديمقراطي المدني في القوات المسلحة يفتح الباب على قد يفتح الباب جزائر الجحيم. وها هو اليوم في الحقيقة بنويرة، ذلك المساعد الأول صاحب المنصب الخطير اللي قضى فيه سنوات طويلة، يحدثنا من السجن عن بشاعات كبرى وعن كوارث وعن جهوية مقيتة داخل الجيش الجزائري بقيادة قائد الجيش الجزائري شنقريح. في هذه الوثيقة شرحنا بالتفصيل ماذا يعني أن يترك الأمر لكبار الجنرالات، وقلنا أنه في النهاية سيذهبون بالبلاد إلى الفوضى وإلى الفشل، والجيش سيبقى فاشل وعاجز، والناس ستبقى تعاني كمدنيين وكعسكريين، لأنه يجب أن يكون هناك تحكم حقيقي في الجيش. اليوم الميزانية نتاع الجيش أكثر من ربع ميزانية الدولة، أكثر من ربع ميزانية الدولة. هذا ما نعرفه، وما لا نعرفه والله يعلم به، يعني ما لم يصرحوا به مليارات دولارات أخرى تذهب أكثرها إلى تجار السلاح وإلى جيوب الجنرالات وبنوك الجنرالات وإلى آخره. مهم جدا تمدين الدولة، مهم جدا وضع الجيش في الثكنات للدفاع عن الوطن، وليس هذه الخصومات والصراعات، بحيث يوجد عندنا 35 جنرال في السجن ومئات من كبار الضباط. بالمناسبة مش عارف لا راح يكفينا الوقت، صرنا فتنا، رانا نقترب من ساعة ونص في هذه، إذا نقرأ لكم جزء منها فقط، وربما نخصص لايف غدا اللي كنت باش نخصصه للذكرى 30 للانقلاب العسكري. غدا 11 يناير 2022 يصادف 30 سنة على انقلاب كابرانات فرنسا على الجزائريين، لكن ربما سأعود إلى هذا الموضوع. رح نقرأ لكم منه ربما في حدود 10 دقائق أو ربع ساعة، ليس أكثر، باش ما نشدكمش أكثر. وش يقول؟ ما هذه مش في الفيديو، يعني هذا الكلام ربما ما كانش في الفيديو، مؤكد يعني. يقول: أخبرت الجنرال راشدي، هذا طبعا اللي راه يتكلم بنويرة، أخبرت الجنرال راشدي، والجنرال راشدي هو قائد المخابرات الداخلية دي جي اس اي عبد الغني راشدي، أخبرت الجنرال راشدي بقصة الداي تبون والسلطان أردوغان وما جرى في تركيا، ما يشرحهاش من بعد، لكن يقول أخبرته، أخبرتهم بمؤامرة شنقريحة على الجيش لتشريقه بمساعدة البوق الإعلامية بن سديرة وترويع وتشريق في الجيش، وكل هذا تحت قيادة دولة أجنبية. ولكن راشدي تنكر، هذه عندما كانوا يحقوا معاه، وفي الوثيقة هنا نعرف كم بقى معاهم في التحقيق، أعتقد ذكر 15 يوم أو 16 يوم تحت التحقيق والتعذيب. يقول: لكن راشدي تنكر وأخذ يسب في القايد صالح، فذكرته بأنه صاحب فضل عليه فرفض ذلك، وهو اليوم يسبح بحمد تبون وشنقريحة ويتبرك بهما بجنتهما الحالية. وبما أن راشدي ماكر وخداع ويريد أن يعيش الحاضر والمستقبل، استعطفني ليعطيه معلومات خطية عن تبون وشنقريحة على أن يساعدني في الخروج من السجن، وكان هدفه في حال سقوط شنقريحة سيقدم الملف لتبون، وفي حال سقوط تبون سيقدم الملف لشنقريحة، وفي حال سقوطهما معا سيقدم الملف للسلطة الجديدة التي ستكون.
هذا المقطع راح نقرا لكم منه جزء، مش راح نقراه كله لانه يعني مؤلم. يقول راشدي تبون فجاءوا بفتاه لتبون، بفتاه جميله لتبون لكي تقوم له بعمل مساج تدليك ليرتاح من متاعب الحمله الانتخابيه. هنا يتكلم على تبون. فقامت المدلكه بحصه لمده 3 ساعات، ولما خرجت تكلمت في الهاتف مع صديقتها، والتقط هذه المكالمه العقيد بن دوخه. طبعا يجسوا على بعضهم ويريدون ان يسمعوا واش تقول هذه اللي كانت تعمل في المساج لتبون 3 ساعات مساج، واش تقول لصديقاتها. يقولون كلام هنا انا ما نقدرش نقوله، اخلاقي لا تسمح، راح نمر، سامحوني راح نمر، لانه كلام قذر جدا. يعني واش نقلوا على هذا السيده اللي عملت مساج لتبون، واش سمعوها تقول لصديقاتها ونقلوه وسجلوه، كلام قذر جدا. أخبرني العقيد لطفي بأن شنقريحة قال لهم، هذا عقيد لطفي هذا تاع مخابرات، بأن شنقريحة قال لهم إن مت من التعذيب فعليهم أن يصرحوا بأني جئت بمرض كورونا من تركيا وهو سبب الوفاة. كتبوا محاضر وفق هوى شنقريحة لتوريطي وإحالتي إلى المحكمة، وأمضوا في مكاني على أساس أنني معترف ولم تراعى أدنى حقوقي المدنية، وهذا كله لأنني من الغرب. صرحت لهم بفساد جنرالات الشرق لكنهم لم يقبلوا. قلت لهم بأن ذلك سيفكك بهذه الجهوية، سيتفكك الجيش بهذه الجهوية، وكلكم تأتوا وكلهم يأتون من الشرق. أخبرتهم بأن سبب حصولهم على الضبطية القضائية، فتنكروا أن المحققين الشرقيين الذين حققوا معي لا يمكن أن أصفهم إلا بأن لو أن رجلا التقى بامرأة في علاقة غير شرعية سينجبون لقيطا، والتقى رجل آخر وامرأة أخرى وأنجبوا لقيطة، وبعد 20 سنة التقى اللقيط في علاقة غير شرعية باللقيطة سينجبون المحققون الذين حققوا معي في ثكنة عنتر وثكنة سكومي ببن عكنون. هنا باش يروي طبيعة هؤلاء البشر، وصفهم بأوصاف معينة من أنهم أبناء لقطاء إلى آخره، وأنهم أبناء بشكل مفزع بالطريقة اللي حقوا معاه في ثكنة عنتر وفي ثكنة سكومي. يقولون لي رغم يقال لك واصل، لا ربما سأطيل عليكم، والله ماني عارف يعني كم سأواصل، نستمر شوية يعني، لكن نشوف. في ثكنة عنتر وفي ثكنة سكومي بن عكنون، وبأن شنقريحة أمرهم بالإطاحة بكل ضابط من الغرب أو الجنوب أو الوسط أو القبائل، وفبركت ملفات ضدهم والهندسة الجديدة لوزارة الدفاع الشرقية في أجل 3 سنوات. لما أخبرتهم بالعملية قالوا لا يهمنا تقسيم البلاد، هو يقصد اللي كانوا يحقوا معاه من أن هذه الطريقة ستقسم البلاد، فقالوا لا يهمنا تقسيم البلاد. سألوني عن قطعتين أرضيتين ملك لوزارة الدفاع منحني الفريق قايد صالح، الأولى سنة 2012 والثانية في سنة 2018. أجبتهم اسألوا القايد صالح لماذا ما منحني، وهو نتيجة ما قدمت من خدمات جليلة للوطن في مجال الأمن والدفاع وتطوير المؤسسة. هنا بنويرة يتحدث ويبرر للذين كانوا يحققون معه واللي وصفهم بكل الأوصاف البشعة. يقول بأنهم سألوني عن قطعتي أرض، واحدة أعطاها لي القايد صالح في 2012 وواحدة في 2018، يبدو أنها في العاصمة القطعتين أرض، لأنه من بعد سنعرف الأخرين وين أعطاهم فنعرفوا أنها في العاصمة. فيقول أن هذا سألوا القايد صالح لأني قدمت خدمات في مجال الأمن والدفاع وتطوير المؤسسة، وصراحة هو عنده مستوى لباس به، لكن أن يكون مساعد أول هو اللي يقدم هذه الخدمات فهذا فيه إشكال كبير. إذن كبار الجنرالات ما يفعلون، كبار العقداء ما يفعلون، العمداء ما يفعلون، إشكال. نحن نعرف وهذه حقيقة وراهي موجودة عندي في الوثائق اللي قلت لكم، يعني هاي هنا نعرف المعلومات اللي بعثهم لي أنه كان هو قائد الجيش الحقيقي، وقايد صالح كان يعتمد عليه في كل شيء. لا تنسوا أن قايد صالح كان مريضا، كان عمره 80 سنة، وكان مرعوب من الحرك، فلعب قرميط بنويرة دور كبير جداً.
نعم عنده مستوى ثقافي، لكن لا يستطيع مهما كان خارجي اينشتاين، ما يقدرش يحل مشاكل الأمة والبلد والجيش، ما يقدرش، لكن هو لعب دور كبير. فقال لهم إذا أنا خذيتهم نتيجة الخدمات اللي قدمتهم. ولكن يضيف، أخبرتهم أن شنقريحة أخذ معي قطعتين، الأولى في دال إبراهيم والثانية في القبة، لذلك أنا عرفت هو أن أيضا أخذها في العاصمة. وكذلك اللواء ثمنية أخذ قطعتين أرضيتين، وكذلك اللواء بن بيشة، وكذلك اللواء عورة صالح، وكذلك اللواء العرابة، وكذلك راشدي وغيرهم، كلهم من الشرق، ولكن لسوء الحظ لا حياة لمن تنادي. أخبرتهم أن شنقريحة يملك 12 فيلا، وأن له فيلا في وهران منحها له الوالي زعلان الذي عمل معه في بشار، وبعد تحويله إلى وهران أعطاه قطعة أرض كبيرة وتم بنائها بعشرة مليار سنتيم من أموال مؤسسة باب علي، مؤسسة البناء بباب علي. إيه هذه المؤسسة وش بنات، فيلات وبيوت وحوانت للجنرالات وللعقداء من أموال الجنود ومن أموال الضباط وصف الضباط الصغار، من أموال الجيش، من أموال الشعب. هذه المؤسسة وحدها نهار اللي يكشف تاريخها كارثي بكل المقاييس. إذن تم بنائها بعشرة مليار سنتيم من أموال مؤسسة باب علي، وأعطاه المبلغ، هنا يذكر جنرال كنا نظنه جيد لكن هنا يذكره، وأعطاه المبلغ الجنرال تاج. الجنرال تاج كما تعرفون كان سجنه القيد صالح، وأطلق سراحه قبل حوالي سنة، وهو يطلب فيها الآن، أو يريد فيها، الكلمة مش واضحة، 40 مليون أورو، أي 2000 مليار سنتيم. أن هذه البناء هذا يطلب فيه 40 مليون أورو. وجوابهم هو أن العدالة، يعني لما قال لهم علاش ما تحقوش مع شنقريحة، وجوابهم أن العدالة ضد سكان الغرب والقبائل وأصحاب الشرق، وأصحاب الشرق سيرفع عنهم القلم. أخبرتهم عن بيشة الذي بنى فيلته في بدال إبراهيم من أموال ثكنة عمارة بدال إبراهيم، حيث قام بتحويل بن بيشة بتحويل أحد أقاربه من ولاية باتنا كقائد لهذه الثكنة. أخبرتهم كقائد لهذه الثكنة المختصة في البناء، وكانت الثكنة تمده بوسائل البناء، كما أنه قام بحماية زميله حمزة رئيس بلدية دال إبراهيم من قضايا فساد بالتنازل لصالحه عند العدالة، أو بالتدخل لصالحه عند العدالة، وقام بحماية رئيس البلدية حمزة في بناء ثلاث فيلات بدون رخصة، بناء خلف قاعة الحفلات بالقرب من ملعب الجولف بدال إبراهيم. ورغم أن الشرطة فتحت ملف، إلا أن بن بيشة تدخل عبر رشوتهم بالبطاقات الصفراء للخدمة الوطنية إن احتاجوا لأقاربهم، الكارت جون اللي تتمد وفق مصالح، عبر بالبطاقات الصفراء للخدمة الوطنية إن احتاجوا لأقاربهم وذويهم، واتصل برئيس أمن دائرة الشراقة جمهوري للملمة الموضوع. اللواء بن بيشة متورط في داع 500 بطاقة صفراء للخدمة الوطنية، في بيع 500 بطاقة صفراء للخدمة الوطنية ب50 مليون للبطاقة، وابنه عادل هو مدير التسويق مع بعض الوسطاء. أتوقف هنا إخواني، فما هو قادم أيضا فيه كوارث أخرى، وأرى أنه بعد ساعة ونص، وربما الإنسان حتى أنتم اللي كنتم تسمعوا ربما تتعبوا. أنا أستطيع أن أكمل لكن فضل أني أبقى هنا، وإن شاء الله بإذن الله ألقاكم غدا، كان المفروض نخصوه للذكرى 30 لذلك الانقلاب اللي فتح لنا أبواب الجحيم، لكن سنكمل هذا الموضوع بإذن الله تعالى. حي الله الأحرار في كل مكان، أينما كان أحرار البلاد، وحي الله كل أولئك الذين يريدون نهضة الجزائر وقوتها، ونهضة المنطقة المغاربية وقوتها، وبناء اتحاد مغاربي قوي نواجه به العالم الذي يزداد توحش.
حي الله كل الذين يساعدون المستضعفين والمظلومين والمقهورين والمنهوبين والمعطلين والخزي والعار على الذين ينهبون أموال الشعوب ويقهرون الشعوب ويقهرون الأحرار. حي الله أحرار البلاد في داخلها وخارجها، حي الله أحرار البشرية أينما وجدوا، حي الله أحرار المنطقة المغاربية وكل إخواننا أينما وجدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.